انطلق شوط الشوط السادس عشر في انطلاقات اشواط صباح هذا اليوم، وهو مع الجعدان في اشواط الصعود. اول اشواط الجعدان الصعود السادس عشر في المجموعة، ينطلق ليحمل لنا هذه الاسماء وهذه الشعارات. بارود الذي سيطر على مقدمة الشوط، معيوف بن سلطان المطيعي الذي يقدم هذه النوعية اليوم والمشاركات الفعالة ما شاء الله. شاهين في المركز الثاني، عبد الله بن خلفان الرفيسة الذي ياتي في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث يتقدم في شاهين محمد بن سيف بن عبد الله المنصوري على المركز الثالث. والمركز الرابع تواجد لحشيم خليفة بن حمدان بن محمد الحميري الذي ينطلق على هذا الاندفاع، ولكن هناك شعار بن كراز ما شاء الله تقدم بقوة مع الوسمي أحمد بن محمد بن كراز المهيري. الله يا سلالة الوسمي، الله يا سلالة الوسمي، شوف التغيير، شوف بدل ما شاء الله، بدل الانطلاق وبدل هذه المراكز. على المركز الاول الوسمي احمد بن محمد بن كراز المهيري يقدم هذا العرض ويقدم هذا الاداء الجميل. يا سلام ما شاء الله، والية في الابطال انطلق بالمركز الاول، انطلق بالتحدي سلالة الوسمي، وسلالة عريقة وجميلة مع احمد بن محمد بن كراز المهيري على المركز الاول. انفرد عن البقية يا سلام ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق. هناك أي رقم المركز الثاني، رقم 10 تقريبا ورقم 6، هذا شاهين رقم 9. تأكد مطار بن محمد بن علي بالقريني المنصوري، ولكن الوسمي مسيطر على المقدمة بدون أوامر ومقدم هذه النوعية الجميلة. وحرك يا بن كراز هناك مع المركز الأول، لحظات وصوله إلى خط نهاية. تهانينا أحمد بن محمد بن كراز على فوز الوسمي بالمركز الأول بدون أي أوامر. المركز الثاني مع بلقريني اللي في المركز الثاني لمطار بن محمد بلقريني، والثالث اللي هو حشيم لخليفة بن حمدان الحميري. هذه النتيجة، التوقيت الزمني دقيقتين و16 ثانية. تهانينا والناموس.